كما يشاهدون شغب تعديهم على المتظاهرين زين، ومالتهم الدخانيات كثافه يضربوها على المتظاهرين، اكو مصابين هوايه وقعوا اليوم، والمسعفين ما قصروا نقضوا كل المصابين على الخيام هنا المفارز الموجوده بالتحرير. مثل ما تشاهدون هاي الوضعيه قدامكم، وصار حريق مستودع زين، والشغب طلعوا يضربون علينا، وجاء المتظاهرين حاولوا يطفون هذا الحريق بس شغب منعوهم. من يوم 11 قوات الشغب استخدمت القمع المفرط والمؤذي للمتظاهرين، واحنا شفناها بداية على جسر الجمهورية من جو المتظاهرين سلميين بدون ما يحملوا أي شيء، عملت قوات الشغب وكأنه داخلين حرب، فكان تصويب الدخانيات إلى الوجوه إلى الرأس إلى الصدر، وكذلك إطلاق الرصاص الحي والاعتداء على المتظاهرين عن بعد بهذه الأسلحة. لا زال لحد الآن قوات الشغب تمارس هذا الدور بعد 4 أشهر من استمرار الانتفاضة الشبابية هذه، لا زالت قوات الشغب والشرطة الاتحادية تمارس هذا الدور ضد المتظاهرين السلميين، وهذا الدور يمكن نشوفه احنا هسه يم جسر السنك وعمليات الكر والفر بين الشغب وبين المتظاهرين. الغايه من عندها هو تحجيم دور الانتفاضه في تحريك الشارع، بدليل هم اليوم واصلين حتى للنفق، وهي مو اول مره، ولكن المتظاهرين رجعوهم الى خارج الصبات بساحه الخلانه. هاي ليست المرة الأولى اللي تقوم بها قوات حكومية بالاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وتنسبها إلى المتظاهرين، وهناك أكثر من دلالة بالفيديو ماذا تعمل القوات الحكومية لتنسبها إلى المتظاهرين. هاي مو جديدة ولا زالت مستمرة على هالمنوال، ولكن الشارع موجود والتصوير يكشف زيف هذا الادعاء بتصويبها نحو المتظاهرين، جعلها من فعل المتظاهرين. ساحة التحرير هي أسس الانتفاضة، مركز الانتفاضة في بغداد. الانتفاضة في داخلها في ساحة التحرير تتعرض إلى مضايقات ووصلت إلى حد القتل والخطف داخل الساحة. لحد البارحة بالليل أكو حالات دخول للخيم والاعتداء بالسكاكين ووفاة أحد المتظاهرين داخل الخيمة. أكو خطف أصلا من داخل الخيم، ما أدري وين يودوهم داخل ساحة التحرير، أماكن خاصة بهم. فعندنا جهات أكثر من جهة تحاول تكميم أفواه الانتفاضة وتمارس القمع من القوات الحكومية ومن الأحزاب الموالية لها. المتظاهرين لا زال عندهم مطلب واحد، هو إسقاط النظام، نظام المحاصصة والفساد اللي سلب العراق كل مقدراته، وأصبح مجموعة من الناس يمتلكون كل العراق وثرواته والآخرين يعيشون على الفتات. فالقصد من عندها هو إنهاء الانتفاضة، ولكن أنت تشوف اللي دي يحاولونه يبوء بالفشل. قبل يومين كانت مظاهرة نسوية لم تكن بالحسبان لنساء العراق، وقالت أصواتهم ما يردون يقولون أنه دعم للانتفاضة والانتفاضة مستمرة. Bye.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بدت قوات الشغب تقدم على ساحة التحرير من جهة الخلاني. متظاهرين صامدين هناك يبعون الله وما راح يترجعون. استعمال الغاز المسيل للدموع بصورة كبيرة، واستعمال أصلاً الصجم دعابل والضرب في أماكن حرجة. اليوم هواي متظاهرين صوبوا بعيونهم بصجم الكسريات مال الشغب. هاي شغلة. الشغلة الثانية، اليوم حدثت بعض الحرائق في الخلاني. الحرائق الأحزاب اليوم تحاول بأي طريقة أن تخلي المتظاهرين سلميين مخربين من خلال وجود بعض المندسين كانوا في قوات الشغب أم كانوا مع المتظاهرين. اليوم الأحزاب جاي تدس أشخاص بقوات الشغب وتدس أشخاص بالمتظاهرين لحرق العمارات، عم تجيب السمعة هاي السيئة والسمعة المو حلوة للمتظاهرين أنهم مخربين ويحرقون عماير ومجرد يخربون، مع العلم إحنا متظاهرين متظاهراتنا سلمية وملتزمين بكافة الشروط السلمية. بعون الله احنا اليوم اللي انصمدنا من 1/10، طلعتنا من 1/10 لحد اليوم، واللي يشوف الاحداث اللي صارت على المظاهرات ونسبة الضغط اللي واجهتها والاحداث اللي واجهتها يعلم ان هاي المظاهرات مستحيل راح تنتهي وراح تخلص الا بشرط تحقيق المطالب مالتنا. مسيرة صامدة صامدون بالتحرير، ما نرجع لحد تحقيق المطالب المشروطة. منذ الأمس لحد الآن محاولة دخول الشغب إلى ساحة التحرير بالدخانيات وبالكسريات التي تستخدم أجلكم الله للحيوانات، استخدموها ضد المتظاهرين السلميين في ساحات الخلاني. والبارحة استشهد عندنا واحد بكاتم صوت في داخل ساحة التحرير، يقولون الساحة هي سلمية وإذا تتواجد في ساحات تحرير سلميين، فإحنا هاي بالساحة يعني سلميين وما عندنا أي شيء، وقاعد يقتلونا وهذا القمع وتكميم الأفواه من قبل بعض الجهات اللي تسمى أو تحتمي باسم الدين. فهي هذا ما أعرف واجبها أو تتاخذ السلطة. إن شاء الله مستمرين بالدفاع عن الساحة وجميع الساحات إن شاء الله، وما يثنون ولا يهدون عزيمتنا إن شاء الله، ونقولهم باقين وستعجزون ولن نعجز بإذن الله تعالى. أريد أشيل ما يخليني. بس صوتك دي. لا تقطع والله لا تقطع. طبعا تعاملهم كلش مو زين، قاعد يضربون الدخانيات والسكن، وقاعد تروح شباب هواية، وإحنا ضالين إلا نغير هاي الحكومة ونغير الأحزاب، لأن الأحزاب باقتنا ودمرتنا والشباب راحت كلها. ما يصير هيك، هاي الشهداء راحت والشباب الله يقبله محمد. سببه شنو؟ حكوماتنا غلط كلها، ما تفيدنا الأحزاب، ما تفيدنا. لازم نريد حل، لازم نريد وطن. احنا جايين من يوم 27 والله العظيم لحد الآن نريد وطن. قاعد يكبشون الشباب، التوك توك اللي يفوت لا تدخلوها، ليش هيك؟ هاي السيطره واقفه هسه، فيك التوك توك رجعها، قال انزلوا امشوا والتوك توك تطلع. ليش؟ لان مسعفه للشباب. هاي المظاهرين منو الهم؟ حوبتهم ان شاء الله تبين بالدوله، ان شاء الله الحكومه تسقط.
جهز عروشه. هم دا يضربون المتظاهرين الموجودين في ساحة الخلاني فقط، ومن يبدي الاعتداء من المتظاهرين اللي هم المندسين اكو بيهم مندسين دا يضربون الشغب، بالتالي الشغب دا يرجع يضربهم. الشغب ضاربين الناس العاديين اللي هم مستطرقين بحكم انه عموا على الكل، بحكم انه دا يأذون الكل. انا ما اقدر اوصف لك الاشياء شفتها قبل 3 اشهر من بداية التظاهرة لحد الان. هواي شفت ناس من الشغب واني اصلا اسافتهم، ناس كانوا اصلا محترقين تماما، واحد مات بايدي وواحد كان ظهره كله محترق زين، والباقيين يعني ما ادري يمكن 98 حاله من المتظاهرين. ايش كم واحد اقول لك؟تشوفون يعني جاي يتعاملون بدخانيات بالرمي الحي بالرصاص بالكسرية، يعني شنو ذنب الشهداء الراحة؟ شنو ذنب هاي أولادنا؟ كافي تعبنا، نريد نعيش مثل العالم. يعني هسه أبسط شيء بنروح لغير بلد لغير دولة يقولون هذا عراقي والناس تنتقد من شخصيتنا، ترى والله عيب ملينا وكافي كافي. شنو ذنب هذول أخواننا يعني المتظاهرين؟ نريد نعيش كافي، ملينا والله ملينا. الشهداء هواي، يعني أنا من الناس ولد مخه وديت للكنتي مخه بحضن وقع بيا ذمه، كان راح يصير وزراء كافي. استحوا وخجلوا كافي، نريد نعيش. مثل ما واضح قدامك وقاعد تشوف يستخدمون شتى الاسلحه من دخانيات واسلحه الصيد، وصل تكتم اعلامي اسلحه الصيد والدخانيات والى اخره من ذن الاسلحه مالك. متظاهرين بخلاني اللي شو اسمها الشغب، تعاملهم كلش عنيف ويا المتظاهرين، يستعملون الكسريات، يستعملون الطلق الحي، يستعملون الدخانيات والدخانيات بجميع انواعها طبعا وبدون رحمه، راسا وحده ورا الثانيه متتاليه. وايضا هو مكتوب على الدخانيه انه تنضرب من بعد 10 امتار، هم لا يضربوها على المتظاهر بشكل مباشر. هو كل يومية مستمر التعامل مالتهم مستمر، بس صار لهم قرابة 4 ايام يحاولون يعني ياخذون النفق، يعني يقمعون المتظاهرين لحد النفق. كان قبل يعني يم مصطبات الخلاني، اما حاليا عبر المصطبات الخلاني يريدون يفوتون للنفق، يريدون ياخذون النفق. بما يدل هذا ان هم يريدون ينهون المظاهرات بدون تحقيق اي مطالب، مستمرين وكل قوة وكل عزم، ودم الشهيد ما يروح، واحنا نظل موجودين هنا وبشكل مستمر، والدعم للمتظاهرين مستمر، والعالم لحد الآن موجودة وما ملت ولا راحت. طبعا قوات الشغب جاي تمثل بينا وتضحك علينا المتظاهرين، استخدموا اكثر من نوع عن طريق ضرب منه اللي هي الدخانيات، الغاز، الصوتيات، الدبكشن، الطشاره مال الصيد، هواي امور استخدموها علينا. الجرحى المصابين اللي متواجدين يعني اعداد هواي فوق 50 60 70، اعداد كلش قويه. اللي اليوم الحاله اللي جتنا انضرب طفل صغير برقبته صجمه، وهسه لحد الان واحد تقريبا من يم طلعنا من يمه 27
شظية مال دوباكشن سيشن اللي تستخدم بالصيد. طبعا مستمرين. السلام عليكم. طبعا قوات الشغب كانت ساترها بساحة الخلاني، بس اليوم حاولوا يتقدمون وتقدموا ووصلوا تقريبا مسافة 10 مترات عن بداية نفق التحرير، وصار اليوم ضرب بالكسريات وكسريات طشارية ودخانيات ضربوا كل شوي، بحيث حتى الناس اللي بالتحرير هم تهزت من الغاز. فاليوم الوضع شلون مثل ما تقول شبه قمعي راح يصير، يعني اصابات كل شوي، حالات اختناق كل شوي، اصابات بالكسريات صتشيم، ضربه بالدخانيات كل شو هواي يعني. فبس شهداء ماكو ان شاء الله، بس جرحى هواي اعداد اليوم. والله اكو بعض الحالات، يعني اكو بعض الحالات خطره يعني تستدعي مستشفى، يعني ما نقدر نعالجها هنا بالمخارز الطبيه. والله احنا مستمرين الحين تحقيق مطالبنا، ما راح يرجعنا لا دخان ولا غاز ولا شغب ولا اي شيء، لان احنا مثل ما جاي شوفنا سلميين، ما جاي نشيل اي شيء، عاد بطل النورمال هو اللي واقف ويانا بس. والله يعني هم اكيد راح يذبونها براس المتظاهرين، ويقولون المتظاهرين على مود شلون مثل ما تقول يذبونها براسنا يعني، لا اكثر ولا اقل. يقولون المتظاهرين حرقوها، بس هي كانت ترى قريبه عليهم، احنا ما نقدر نوصل يم البنايه اصلا، لان هم الصبات مالاتهم هم يم. يعني تعامل قوات الشغب دا تشوفون القمع اللي قاعد دا يصير، طلق حي، دخانيات، صوتيات، وتقدم دا يصير بداية النفق وبعدين يرجعون ينسحبون، والأحزاب بين تصرفاتها داخل الساحة شنو وخارج الساحة، وبين كل تعرف اغتيالات، طعن سكاكين وتوافي وكل شيء مجهزين له، حتى بس يريدون يفرقون الساحة ويفرقون المتظاهرين لا أكثر ولا أكثر. طبعا مستمر، كان سحبنا من قبل. يعني انت شنو قاعد تضرب اسمه براسه، لو تضربه دخانيه توجهها على راسه، لو طلقه، يعني هو جايك واحد سلمي اعزل ما عنده غير انه شايل لك بطن مال مغذي حتى يعالج بيروحه اذا اختنق، وانت تجي تضربه، يعني اكيد الموضوع ابد ما مقبول. طبعا هي صدمه من تشوف عراقي قاعد يقتل عراقي، واحنا من طلعنا احنا رساله امتداد لثوره الامام الحسين. احنا الامام الحسين من طلع قال اني لم اخرج اشرا ولا بطرا، انما خرجت لطلب الاصلاح في متجدد رسول الله. احنا اليوم من طلعنا امتداد رساله الامام الحسين، شفنا حقنا نسلب وطلعنا نطالب بحقنا، بس للاسف القوات قاعد تقمعنا. هو انت من ترجع له انا ما قاعد اطالب بحقي، قاعد اطالب بحقي وبحقه وحق جهاله، حق العراق بكمله، بس هو قاعد يقمعنا. السبب واحد، لان هو ما اعرف، مو عراقي، ما يحس بمعاناه العراقيين، والله ما اعرف بعد. المهم الرحمه والخلود لشهداء العراق، والله يشافي الجرح ان شاء الله. باقي شنو طيب ورجع دار باقي شنو طيب ورجع دار.
الشغب احنا اليوم يعني ساحة الخلاني هم اللي حرقوا العمارة، بعد حرق العمارة ما قبلوا السيارات تجي تطفيها، من أثناء حرق العمارة قاموا يذبون دخانيات، يعني لحد هاي اللحظة احنا يعني الدخانيات والشغب يعني زي يرمي رمي حتى طلق حي جاي يرمون. اي نعم جابونا يعني بأني مسعفة فجابونا يعني هواية، جابونا اختناق ويعني جرحى هواية، فهم يعني ما يقولون ماكو شهداء بالقنوات، هو اكو شهداء يعني حتى قناص اكو موجود، هي طلق حي ودخانيات ويتعاملون بهاي الكسرية الصجب. نعم احنا مستمرين لحد تحقيق مطالبنا وما نتراجع. أولاً ليس قوات شغب وإنما هي أصبحت مكافحة للشعب. هنا اليوم من إحنا نريد نتكلم بكل صراحة وإحنا عايشين الواقع من يوم من 11 ويوم 25 وإلى الآن ولحد قبل 4 أيام و5 أيام. هنا مكافحة الشعب وليس مكافحة الشغب، هم جاي يقمعونا بكل الأساليب الوحشية المتوحشة، عندنا شهداء جاي يطيح، عندنا جرحى، جاي يقمعونا بأساليب متوحشة إجرامية بحت. والقوات نفسهم هم التابعة للدولة، ليس تابعة للأحزاب، لأن هي الدولة منظومة الأحزاب الحاكمة حالياً الجاية تحكمنا إحنا. فماكو إحنا متظاهرين سلميين، يشهدنا العالم، يشهدنا الإعلام المحلي والإعلام الدولي، جميع أمام الأنظار العالم جميعها إحنا جاي نقتل، نقتل من هاي القوات اللي هي تسمى القوات الحكومية. فمناشدة من هذا المكان إلى الإعلام أن يبوح بالحقيقة، وكل الزين كل الإعلام هم يعرفون الحقيقة في ساحة التحرير وفي جميع ساحات الاعتصام. احنا جاي نقتل بدم بارد، والإعلام المحلي التابع للأحزاب وللحكومة يكذب، يقول ليس لدينا شهداء ولا يوجد جرحى، مجرد يقول سيناريوهات هذه جاي بث المتظاهرين. طبعا احنا مستمرين، احنا ديمومة هذه الثورة هي الدماء الزكية التي اعطيناها من يوم 11 والى الان نحن نعطي هذه الدماء، فهي ديمومة للثورة. احنا مستمرين مهما استخدموا معانا جميع الاساليب القمعية لن نرجع ولن نستسلم، ثورتنا مستمرة. للاسف كان تعامل قوات الشغب وتعامل بعض الأحزاب مدفوعة ببعض الأحزاب وعناصر من عندهم مع المتظاهرين وكأنهم غير عراقيين. للأسف الشديد إن كان الطرف الثالث مثل ما هم سموه عذرا إذا سميته الطرف الثالث، فهم اللي سموه مو أنا اللي سميته، إذا كان الطرف الثالث قادر على قتل هذا واغتطاف هذا العدد من الشهداء والمختطفين والمغيبين، فمو غريبة أن يكون الطرف الثالث هو من قام بهذه الخرقات.